مسعد الله مساكم هذا بكل خير، وجدد لكم التحية مرة ثانية مع هذه الانطلاقات المستمرة التي تأتينا تباعا، وأعضاء اللجان الميدانيين والمهتمين بالمتابعة والتنظيم. والانطلاق قبل لحظات أعلنوا عن دفعة جديدة، وشوطنا التاسع يتحرك بفئة الأبكار المحليات. الأصايل والمسافة المقررة هي بالستة كيلو مترات التي نتابعها في هذا التحدي، ونرحب بمن رحب بالمركز الأول. مشكورة على المركز الأول مبارك بن الرملي بن محمد العامري الذي يقدم مشكورة في أول المراكز، تليها على المركز الثاني مطرة سعادة أحمد بن سلطان الحلامي يقدم لنا مطرة في هذا الجو الجميل والماطر. النقلة التالية إلى المركز الثالث وأشواق سلطان بن راشد بن سيف المنصوري، ثالثا النقلة التالية إلى المركز الرابع مرمرة وحمد بن محمد بن عبدة الشامسي الذي يمر من المركز الرابع إلى المركز الثالث مع مرمرة، ونقلتنا التالية إلى المركز الخامس الوصول من قبل هملولة محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، خامس النقلة التالية إلى المركز السادس الوثبة سيف بن عبيد بن غنام المزروعي الذي يقدم لنا الوثبة في هذه الجولة، المركز السابع. سابع المراكز من قبل بن صوغان ناصر بن راشد بن سعيد اليابري، أما المركز الثامن الشاهينية صالح بن علي بن سعيد بالبريص المري، والمركز التاسع قنايم خلفان بن راشد بن حضيرم، أما عاشر المراكز هملولة صالح بن محمد بن عنودة العامري. هذه العشرة المراكز الأولى، الجائزة السيارة للفائز بالمركز الأول، وبقية المراكز جوائز نقدية قيمة رصدت من قبل اللجان في هذا المهرجان السنوي الكبير في عاصمة الميادين. نعود إلى مقدمة الشوط، مطرة إلى المقدمة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، من يقود السرب، من يقود مطرة إلى صدارة هذا الشوط. والعصاقوس، وكل العصيقوس، نعم ما صدرت الأوامر لأن في بداية المسافة وبداية التحدي. أما المركز الثاني، ثاني المراكز التي تأتينا، المركز الثاني مشكورة مبارك بن رملي بن محمد العامري ينسحب إلى المركز الثاني، ولكن نقدر أن نقول انسحاب وهمي من المعركة، ولكن يجس نبض المشاركين في هذا التحدي. نقلة تالية إلى المركز الثالث وثالث المراكز هملولة محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري اللي يهدي اللعب إلى هذه اللحظات، ينتظر الكيلو المتر الأخير. نقلة تالية إلى المركز الرابع فهنا أشواق سلطان بن راشد بن سيف المنصوري، من يأتينا على المركز الرابع المنصوري. أما المركز الخامس أرى ماذا أرى أيضا في هذه اللحظات، فهناك الوثبة، تتقدم أيضا سيف العبيد بن غنام الهاملي إلى المركز الخامس وسادس المراكز. المركز السادس غنايم خلفان بن راشد بن حضيرم يأتينا سادسا، المركز السابع الشاهينية صالح بن علي بن سعيد بن البريص المري، وهناك تجاوز خطير من هملولة صالح بن محمد بن عنوده العامري على المركز السابع. نقلة تالية إلى المركز الثامن وثامن المراكز تأتينا اللي هي الشاهينية مسعود بن مهير بالصايغ المزرع روعي، من يقدم لنا هملولة في هذه الجولة. المركز التاسع الشاهينية محمد بن غدير بن حمد الدرعي، أما عاشر المراكز الوارية عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، وهكذا ننتهي من إذاعتنا وندانا الثاني لنعود مرة ثانية إلى المعركة. معركة قوية في المقدمة بين مطرة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي ومشكورة لمبارك بن رملي بن محمد العامري في أول الانطلاق في أول التحديات. نحن نتابعهن بالعين المجردة ونشوف لمن الناموس في هذا الشوط، ما زالت المعركة مفتوحة والمباراة مفتوحة. نحن نتابع هذه الشعارات الجميلة التي تتنافس في هذا المهرجان السنوي الكبير في عاصمة الميادين في وثبة الإمارات. نعم نتابع هذا التحدي، ناخذ المركز الثالث وثالث المراكز هملولة
محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يقدم لنا جديدة في عالم الجديد مع هملولة ويطلق العنان. بدأ أيضا يرسل إشارات الخطورة مبكرا ويربك مقدمة الشوط السيل الجارف القادم. بدأت الشعارات بالتقارب وبدأ الهجوم بالنهابة. عتيج بن محمد بن عتيج المهيري الذي يقدم لنا نهابة في المركز الرابع. المركز الخامس تأتينا أشواق سلطان بن راشد بن سيف المنصوري على خامس المراكز. هناك أيضا شعار جميل على ظهر هملولة صالح بن محمد بن عنودة العامري. يلا يا بن عنودة يلا يا بن عنودة لأن بدينا بزاوية الالتفاف. الوصول أيضا من قبل حفلة محمد بن أحمد بن سلطان السبوسي الذي يقدم لنا حفلة في سادس المراكز. المركز السابع شواهين حمد بن غنام بن علي بن حمودة الظاهري. نعم نعم هذه يبو اشتعلت 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 الشاهنية. صالح بن علي بن سعيد بن راية المري يا سلام. بدأ السبوسي يتحرك وبن راية يرفع راية التحدي. هناك أيضا الوصول من شواهين حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري في خامس المراكز. ولكن بن رملي روح 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 هدايتك حسنة من الله وروح روح نقول لك كمل كمل ما شاء الله ما شاء الله. تسابق الريح لا من جات من تولى مرة تقاصر لها ومرة تعديها. شوط المنافس ترى يزهو وتزهوله تقول كنك على الأول نوصيها. ما شاء الله تبارك الله. نعم تير الشوط ير من وتقوم طفر وتنتهي طفر. تقوم مع الموكب مع المعدة والمعدات بالكاميرا والجماهير التي تتابعها بهذا العرض الرائع تتابعها. نعم بهذا العرض الرائع تنبرد. أما المركز الثاني المركز 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 الثاني تتحرك الشاهينية. سالي صالح بن علي بن رايه المري يرفع راية التحدي. هناك بن حمودة غادم هناك بن حمودة غادم أيضا بقوة جهنمية. ولكن بن رايه بن رايه قريب من الناموس قريب من الناموس مع الشاهينية. صالح بن علي بن سعيد المري هو في المركز الثاني ولكن مشكورة مشكورة إلى الأمام مشكورة إلى الناموس. بدأت تستقبلها أعلام دول مجلس التعاون الخليجي وهي تقترب تقترب من المنصة. ولكن بن رايه هاجم هاجم الهجمة الأخيرة هاجم هجمة الناموس. الناموس أين يذهب؟ الناموس مع مشكورة الناموس مع الشاهينية الناموس الناموس الشحانية ولا يذهب إلى العين. نحن نتابع هذا التحدي نتابع التحدي. مصانع الجنوب ومع اللي هو بن رملي العامري الذي قدم جديدة. نعم نعم خفيف الدوس أم الشعور مثل له الغارب المنكوس. تربع مداها كله وعدت يمتظر بلوس. تهانينا والناموس على هذا الانتصار الذي تحقق مع مشكورة المبارك بن رملي بن محمد العامري. أما المركز الثاني الشاهينية صالح بن علي بن سعيد بن رايه المري. والمركز الثالث المركز الثالث الوصول من قبل مياسة محمد بن راهد بن سالم بن دغيش لاستبي. المركز الرابع المركز الرابع فهنا أيضا شواهين سعيد بن مطار بن محمد الرميثي. والمركز الخامس كان من نصيب حفلة لمحمد بن أحمد بن عيب السلطان السبوسي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. نعود إلى مشكورة لمبارك بن رملي بن محمد العامري على هذا الانتصار. وتهانينا لمصانع الجنوب على التوقيت الزمني والناموس 9:23.02. تهانينا والف مبروك اللي وصلت في المركز الثاني الشاهينية صالح بن علي بن سعيد بن رايه المري. التوقيت الزمني 9:23.04. تهانينا والف مبروك. المركز الثالث المركز الثالث كان من نصيب مياسة محمد بن راهد بن سالم بن دغيش الاشتبي. التوقيت الزمني الذي تحقق مع بن دغيش في المركز الثالث ب9:26 وفاء وكمالا وتماما. تهانينا والمبروك للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدين متابعين الأعزاء أسعد الله مسائكم.